أول ما يلفت نظر الصبايا هو مكياج العيون. من أهم الأمور الواجب على السيدة هي أن تعرف أن تضع المكياج بطريقة كتير حلوة وناعمة وبتلبق لوشها. ألوان مكياج العين لـ2021 خصوصا بالصيف هي براقة قوية، ألوان زاهية تتناسب مع سهرات الصيف. عند رسم العيون بما يلائم الوجه ويلائم السهرة موضوع كتير مهم للصبايا. أنا اخترت بهيدا الفيديو أهم صيحات مكياج العيون لعام 2021. قد يكون الفيديو غني بالصور وتحتاج كل صورة إلى وقفة. أنا ما رح طول الفيديو، تركته يمشي بسرعة والسيدة اللي بيعجبها الموديل ممكن توقف الفيديو وتتمعن بالموديل. إنه نحنا نعرف نساوي مكياج العين الخاص فينا أمر كتير جيد ومهم للسيدة. الكثير من السيدات لا تلجأ إلى صالونات، بل تقوم بتطبيق المكياج بذاتها في المنزل. بتمنى يكون المواضيع والموديلات اللي نقيتها تكون كافية ووافية وبتعطي فكرة عن أحدث صيحات مكياج العيون لهذا العام. بشكر متابعتكم.